فهد هو فهد الأنصاري. فهد يعني كان شوط المباراة الأول هناك تقدم للاتحاد، إيش اللي تغير في شوط المباراة الثاني وصارت الأفضلية لمصلحة الفيصلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للفريقين يمكن على المباراة هذه. خسرنا نقطتين، كنا نطمح أن نأخذ 3 نقاط، لكن للأسف ما قدرنا نحافظ على نتيجة الشوط الأول، وقدر الله ما شاء فعل. في أخطاء، نعم في أخطاء، إن شاء الله نصححها في المباراة القادمة. كان زملاء المحللين يتحدثوا عن مساحة كبيرة ما بين الوسط والدفاع، لماذا هذه المساحة الكبيرة خاصة كانت في شوط المباراة الأول؟ يمكن احنا يعني لابد أن يكون المساحات مكفولة يمكن بين كل الخطوط. نعم كان هناك في مساحات، ما كان في تواصل يمكن بين اللاعبين خصوصا في الشوط الثاني. ما قدرنا قلت لك نحافظ على نتيجة الشوط الأول وأداء الشوط الأول، وقدرنا فريق الفيصلي أن يكسب أتوقع النقطة هذه، ونقطة هامة جدا. قبل هذه المباراة حظيت بدعم كبير من الجماهير الاتحادية والجماهير الكويتية، وفي نفس الوقت تلقى عقوبة من الاتحاد الكويتي، تعليقك على كل ما داريك فهد؟ شكرا لكل الجماهير سواء الكويتية أو الجماهير السعودية، وشكرا يعني خصوصا الجمهور الاتحادي اللي وقف معي الوقفة هذه، ما هي غريبة عليهم أبدا. وقلت لك إن شاء الله بإذن الله أن نقدر نفرح الجمهور هذا في المباراة القادمة بإذن الله. شكرا حبيبي.